نتحدث كثيرا عن تكافؤ الفرص ولا نذكر شيئا عن تكافؤ التمثيل. تكافؤ التمثيل بين الرجل والمرأة في البرلمان مهم جدا مثل تكافؤ الفرص، وهما تعبيران عن المساواة. وأنا عندما أتحدث عن ذلك لا أدعو إلى انتخاب أي رجل أو امرأة، وإنما أدعو إلى انتخاب المرأة القوية المؤمنة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلا كان الانتخاب تراكميا، أي إضافة أعداد من الناس إلى البرلمان دون أن يكون هناك أي تأثير. نحن مع الأردن، نحن مع التغيير. مع تحيات الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات النيابية 2010.